تأكيد ده سألك بما إنك تتابع جيد اللاعبين المصريين، هل عرض عليك في أي لحظة في مشوارك الفني أي حارس مصري؟ هل شاهدت أي حارس مصري؟ هل اهتميت قبل كده بحارس مصري تضمه لأي فريق من الفرق اللي أنت اشتغلت معاه؟ No, I never work with لم أعمل مع أي حارس مصري، ولكني أعرف أن لديكم حراس مرمى جيدين. أنا أتابع منذ مدة، أتابع الدوري، أتابع المنتخب المصري. الشناوي بالطبع هو أدى كارير رائع، ولكن كان لديه اللحظة المناسبة أن يخرج خارج مصر ليحقق مسيرة أكبر، وأن يساهم في صنع تاريخ أكبر لمنتخب بلادي، وأن يلعب في مستويات أكبر في منافسات أقوى. ولكن مستوى شخصي أعتقد أنه أدى مسيرة رائعة حتى الآن، هو لازال يؤدي مسيرة رائعة، وأيضا على مستوى المنتخب المصري أدى أداء رائعا في كأس العالم الأندية الأخيرة. لديكم حراس كبار في مصر، وبالطبع أنا أود أن أتابع الحراس المصريين كما أتابع اللاعبين أيضا وليس الحراس فقط.